فرصة لهزيمتهم أم لتعزيز مكانتهم؟ فتح مقتل حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني الأنظار على الحوثيين وزعيمهم في اليمن من زاوية أن الحوثي وجماعته مؤهل لسد الفراغ الذي تركه حسن نصر الله وحزبه. فالنقاش داخل الأوساط الغربية والأمريكية وحتى الإسرائيلية بدأ بالفعل يدور حول الحوثيين، وهل حقاً سيصبحون بديلاً إيرانياً لحزب الله المعروف بدرة التاج الإيراني؟ حتى اللحظة لا توجد دلائل واضحة على أن السياسة العسكرية لواشنطن تجاه الحوثيين ستتغير، فهي لا تزال في نطاق تحييد قدراتهم العسكرية لا تحجيم كيانهم، وهو ما ظهر من الضربات العسكرية الأخيرة التي شنت على صنعاء وذمار والحديدة واستهدفت مواقع عسكرية حوثية بعد أيام من هجمات الحوثيين على إسرائيل. فكرة توجيه ضربة قاصمة للحوثيين بدأت قبل أحداث لبنان الأخيرة، حيث دعت إليها قيادات في البنتاغون واعترضت عليها إدارة بايدن التي تراها مخالفة لسياسة منع نشوب حرب في الشرق الأوسط. ولكن هذه الحرب التي تتجنبها واشنطن بدأت نذرها مع مقتل حسن نصر الله والضربات الصاروخية الإيرانية التي طالت الكيان الصهيوني، لتعود مسألة إلحاق الهزيمة الكبيرة بالحوثيين من جديد، لكنها أتت هذه المرة من داخل إسرائيل نفسها. فالهجمات التي يشنها الحوثيون على الكيان الصهيوني وخصوصاً بعد استهداف حزب الله اللبناني دفعت النخبة الإسرائيلية الصهيونية إلى دعوة بلادهم وواشنطن لاعتبار الحوثيين وزعيمهم خطراً يماثل خطر حزب الله، وهو ما ورد في موقع السجل اليهودي الذي حذر من أن عدم معالجة التهديد الحوثي الآن سيجعله أكبر وأخطر في المستقبل. ولذا فإن الحل هو دحر الحوثيين حالياً، كونهم أضحوا تهديداً كبيراً ليس فقط لإسرائيل بل للأمن الدولي والاقتصاد العالمي. مع ذلك، فإن تحليلات عربية ناقدة للسياسة الأمريكية تشكك في رغبة واشنطن في القضاء على الحوثيين ككيان، بل ترى في أنها قد تسمح بتضخيم دورهم ضمن سياسة الفوضى الخلاقة في المنطقة، السياسة التي ولدت في رحمها ميليشيا الحوثي وربما تموت أيضاً.